لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا عارفة طيب قولي لي كان إيه أصعب سؤال مثلا؟ كان إيه أصعب سؤال بالنسبة للعربي كان سؤال في النحل عندنا هو بس كان ربطنا أو سؤالين أصعب سؤال في الدين كان إيه؟ أصعب سؤال في الدين طلعت أصعب سؤال في الدين هو تقريبا اكاديمية الدين ما كناش عارفين عنه حاجة كتير هو مش معلومات عامة كتير كان عامل ايه؟ هو العربي كان سهل بس كان في تحت شوية زي ايه؟ زي مثلا زلاقة وكده يعني موضوع التعبير كان عبارة عن ايه؟ موضوع التعبير كان جاي كان جايلي اخت الست على اطراف الشوارع كان اهل الخير بتاعته طفل وخلوه حاجة مهمة وبقى شخص يقدر يعتمد عليه لكن الموضوع التاني كان قايل على كان مليان مياه مهمة وكان جايب لي أخته تقريبا عن نشاط مدرسي أصعب سؤال في العربي كان إيه؟ طب أصعب سؤال في الدين؟ لا هو الدين صعب جدا ما كناش نتناول